مرحبا بكم متابعي قناة هل تعلم؟ اختلفت الإجراءات التي تتخذها الدول للوقاية من وباء كورونا والتدابير الصحية التي تتخذها في سبيل الحد من انتشاره، لكننا في حلقة اليوم سنعرض عليكم ما تقوم به كوريا الشمالية في سبيل وقف انتشار الوباء. إجراءات غريبة قد تصل إلى الإعدام وتلغيم الحدود لمنع انتقال الفيروس. كعادته يفاجئ رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون العالم بتصرفاته الغريبة، وهذه المرة كيفية إدارته لأزمة كورونا بقرارات فريدة من نوعها، ظنا منه أنها قد تقي بلاده شر الوباء. ورغم أن كوريا الشمالية لم تعلن عن أي إصابة بفيروس كورونا إلا مؤخرا، إلا أنها تتخذ إجراءات شديدة لمنع انتقال الفيروس إليها، وأغلقت حدودها ليس فقط أمام الناس بل وأمام البضائع الأجنبية. فقد ذكرت شبكة CNN الأخبارية الأمريكية نقلا عن بيانات رسمية صينية أن بكين صدرت بضائع بقيمة 253 ألف دولار إلى بيونغيانغ خلال أكتوبر الماضي، وذلك بانخفاض 99% عن سبتمبر. ولهذه البيانات أهمية كبرى، فالصين تعتبر أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية، وهي شريان الحياة الاقتصادي لنظام كيم الذي لا يستورد سلعا من أي بلد أكثر مما يفعل مع بكين. وقبل فرض الأمم المتحدة عقوبات على الدولة المنعزلة عام 2016 و2017، كانت بكين الطرف الآخر في أكثر من 90% من التجارة الخارجية لبيونغيانغ. وتقول CNN إن هذه الأرقام تظهر أن كيم مستعد إلى تقليص التجارة إلى النقطة صفر مع الصين لمنع تفشي الوباء، رغم أن بكين تمثل الشريان الاقتصادي لبلاده. وقطع شريان الاقتصاد يعني المخاطرة بإمدادات الغذاء والوقود في البلاد، مما قد يعرض السكان لخطر الجوع. وذكرت كوريا الشمالية عبر وسائل إعلامها الرسمية أن السلطات تتخذ إجراءات جديدة أكثر صرامة لمكافحة وباء كورونا، بما في ذلك زيادة عدد نقاط الحراسة عند المعابر الحدودية وتشديد قواعد الدخول البحري إلى المناطق الساحلية. ووصلت الإجراءات إلى إصدار أوامر بحرق القمامة الطافية على مياه البحر. وقالت تقارير إعلامية إن السلطات الكورية الشمالية منعت صيد الأسماك حتى لا تسمح بأي ثغرة لانتقال الفيروس عبر القمامة البحرية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن بيونغيانغ تقيم بحزم جدار حصار في المناطق القريبة من الحدود وخط الترسيم العسكري، وتطالب العمال والمقيمين بالالتزام بالنظام والسيطرة فورا على أي موقف غير طبيعي والاستجابة له. وذكرت محطة الإذاعة الكورية أن البلاد تبني جدار حصار في عمق المنطقة الحدودية وبالقرب من خط الترسيم العسكري. وقد أبلغ جهاز المخابرات الوطنية بكوريا الجنوبية لجنة المخابرات البرلمانية بأن الشمال يتخذ إجراءات تتعارض مع المنطق العام، وذلك بحجة منع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية رفضت المساعدات الغذائية من الصين على الرغم من وضعها الاقتصادي الصعب. وقال جهاز المخابرات إن السلطات الكورية الشمالية أعدمت موظفا في إدارة الجمارك سمح بدخول بضائع من الصين، كما كشفت أن بيونغيانغ عمدت إلى تلغيم حدودها مع الصين لمنع دخول وخروج الأشخاص والبضائع حتى لا ينتقل إليها وباء كورونا. وفي واقعة تثبت التعامل الأمني المخيف مع المواطنين، أقدمت القوات الحكومية في كوريا الشمالية على إعدام رجل بشكل علني بعد أن وجهت له تهمة خرق تدابير الحجر الصارمة المفروضة لمواجهة وباء كورونا. وذكرت مصادر داخل الدولة المنعزلة أن الإعدام الذي وقع في منطقة محاذية للحدود مع الصين جاء في محاولة لترهيب بقية السكان وحضهم على الالتزام الصارم بالتدابير المشددة. وقال مصدر إن القوات الحكومية أعدمت شخصاً رمياً بالرصاص بصورة علنية لتهديد السكان في المنطقة الحدودية، وأضاف أن عملية القتل تأتي ربما لوجود كثير من عمليات التواصل بين سكان المنطقة مع الجانب الآخر من الحدود في الصين، بما في ذلك التهريب. وتعتقد السلطات أن عمليات التهريب هذه
قد تؤدي إلى تفشي الفيروس في كوريا الشمالية. وتحدثت تقارير إعلامية قبل أيام عن أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أعدم مسؤولين اثنين على خلفية تداعيات الوباء. وتقول بيونغ يانغ إنها خالية من الوباء ولم تعلن عن أي إصابة به سوى مؤخراً، رغم أنها أقرب الدول إلى الصين مهد الفيروس الذي بدأ في التفشي في أواخر ديسمبر 2019. لكن الخبراء خارج كوريا الشمالية يشككون في هذه الرواية، وتفرض بيونغ يانغ إجراءات مشددة للغاية لمواجهة الوباء، غير أن شدتها ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة إلى حد كبير، مثل إطلاق النار على شخص يقترب من الحدود، ووقف التجارة الخارجية مع الصين بصورة شبه كاملة، مع أن هذا الإجراء ينطوي على خطورة وقف إمداد البلاد بالمواد الغذائية الأساسية. وكل ذلك يندرج في إطار سياسات كيم جونغ أون المثيرة للجدل وقراراته غير العقلانية في كثير من المواقف. إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. ما رأيكم بالإجراءات التي تقوم بها كوريا الشمالية لمنع انتشار فيروس كورونا؟ اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات. نرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.